نظرا لحالة المماطلة والتسويف التي اعتمدتها الأحزاب الحاكمة بعدم ترشيح رئيس وزراء غير جدلي ومطابق للشروط التي وضعتها ساحات الاعتصام، وبعد كل التضحيات الجسام التي قدمتها ثورة تشرين المباركة منذ أكثر من 6 أشهر وفاء منا لدماء الشهداء والتزاما منا بتوصيات المرجعية الدينية، قررنا ما يلي: أولا، رفض تكليف مرشح الأحزاب مصطفى الكاظمي كونه شخص جدلي وجاء بإرادة خارجية ولم يأتي بإرادة وطنية عراقية، وهو غير مطابق للشروط التي وضعتها ساحات الاعتصام. ثانيا، عدم الاعتراف بالعملية السياسية البائسة التي تقودها الأحزاب الفاسدة منذ عام 2003 إلى هذا اليوم جملة وتفصيلا. ثالثا، نطالب كافة الجماهير الوطنية المخلصة في داخل العراق وخارجه بعد انتهاء أزمة كورونا بالضغط بكافة الوسائل الممكنة باتجاه حل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤقتة تعمل على تحقيق مطالب الجماهير المنتفضة في محاسبة قتلة المتظاهرين السلميين وإجراء انتخابات مبكرة عادلة بإشراف الأمم المتحدة. عاش العراق! عاش العراق! عاش الشعب! عاش الشعب! عاشت الثورة! عاشت الثورة! الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين المباركة! الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين المباركة! الخميس 9/4/2020 ساحة اعتصامات النجف الأشرف.